مساء الخير، نتمنى تكونوا بألف صحة وانتم ما تشاهدوا هذا الفيديو هذا مع هذه الوصفة الجديدة ديال هذه البسبوسة. كتجي زوينة بالكركاع وبالليمون، ما شهيتكم فيها؟ غادي نحتاجوا كاس لاروب ديال الزيت مع كاس لاروب ديال السنيدة مع نص كاس ديال الكوك، كاس ديال الليمون عصرة ليمون، كاس ديال الكركاع مطحون او مهرمش، وعندي كاس ونص ديال السميدة، وعندي فاني وخمارة ونص ديال يعني ساشي ديال الخميره ونص ديال الحلوه، وعندي قشور ديال الليمون. هنايا ضفت سنيده وقشوره الليمون وفاني وجوج بيضات، غادي نطربهم ومن بعد غادي نبدا نضيف عليهم يعني غنضيف الزيت وغنضيف الليمون، عاد غادي نضيف النواشف في الاخر. بعد ما ضفت الزيت والعصير ديال الليمون، دابا غادي نضيف النواشف، يعني عندي كاس ديال الكركاع مطحون اولا كديروه مهرمش اللي بغيتو، كاس ونص ديال السميده ونص كاس ديال الكوك. غادي نخلط هاد العناصر هادو مزيان. غادي نكون هنا موجده كيف ما تتشوفوا مول دهناه بالزبده ورشاه بالسميده بطبيعه الحال. في الاخير كنضيف هنايا الخميره، كيف ما قلت لكم عندي ساشي ونص ديال الخميره، يعني تقريبا 12 غرام. هذيك الساشي كتكون فيها 8 نص يعني 4 هي ديك 12. صافي، هنايا وضعت الخليط في المول اللي غيدخل ليا الفران، غادي نحركو بهذه الطريقة دي باش الخليط يكون متساوي. دابا غندوزو نحضرو السيرو باش غنسقيو هاد البسبوسة. غادي ندير هنا كاس لاروب ديال سنيدة، ما نكترش باش ما يجينيش حلو بزاف، وغندير كاس عامر مزيان ديال الماء مع طرونش ديال الليمون. وهنايا من بعد ما وجد ليا، انتم شوفوا كيفاش كيجي عاقد، غادي نوضعو فوق من البسبوسة من بعد ما تتخرج ليا من الفران، يعني الا كانت باردة وكان السيرو سخون مهم واحد فيهم. كان البسبوسة باردة كديرو السيرو سخون، كانت البسبوسة سخونة كديرو السيرو بارد، متفقين؟ المهم هنايا من بعد ما وضعت كنحاول نوزعو لانه جا عاقد بزاف، ولكن راه قد ما تتخليوها كتزيد تشرب وكتجي زوينه. من بعد هنا غنزينها بالكوك وغنوضع الكركاع، لان هي مديره بالكركاع وبالكوك وبالليمون، فذوقتها بهاد الثلاثه المكونات. وغادي نقطع معكم الطريف كيف العاده، كنتمنى تعجبكم وتجربوها، راه كتجي زوينه صراحه. و ما بقى لي الا نقول لكم الف سلامه، نخليكم مع تتمه الفيديو وبالصحه والراحه، والى وصفه قادمه ان شاء الله بحول الله، مع الف سلامه.